عام، نتمنى تكونوا بخير على خير. اليوم فيديو جديد غبرت عليكم بزاف. المهم اليوم غنديروا لازاني ان شاء الله. حنا عندنا هنايا الوراق ديال لازاني كيكونوا طريين ما كيكونوش قاصحين، وغادي نستعملوا شويه ديال الخيزو مسلوق، شويه ديال الكفته، شويه ديال العطريه، البزار، سكينجبير، الخرقوم، شويه ديال الملحه، وغادي نستعملوا شويه ديال البصله، شويه ديال الثومه، وجوج ورقات ديال سيدنا موسى، شويه ديال فرماج محكوك، شويه ديال الزيت البلديه، وغادي نحتاجوا البيشاميل ولاصوص ديال الماطيشه، وغادي نحتاجوا حتى الماء ديال الخيز. المهم غادي نبداو كما كتشوفوا هنايا عندنا الزيت، وغادي نقليو البصله مع شويه ديال الثومه، وغادي نخليوها تقلى، ومن بعد غادي نديرو معها شويه ديال الكفته، شويه ديال الماطيشه والعطريه، ونخلطوا داكشي كامل ونخليوه يطيب. البنات كما كتشوفوا معايا غادي نطحنوا خيزو، وها هو الخيزو ديالنا مسلوق، وغادي نزيدوا عليه الماء اللي سلقنا به خيزو. يعني البنات ما تفرطوش في الماء اللي سلقتوا به خيزو حتى تستعملوه هنايا، وغادي نطحنوا خيزو مزيان، وها نتوما كيفاش كيجي، كيجي زوين. كما كتشوفوا البنات هي البصله ديالي تحرات مزيان، ودابا غادي نزيد عليها الكفته ديالنا. كما كتشوفوا البنات عندي الكفته جامده حيت ما كناش معولين على اللازانيا وجبدناها من الفريغو وكانت مازال جامده. المهم ماشي مشكل، جات مزيانه. وغادي نزيدوا عليها الماطيشه، وغادي نزيدوا عليها حتى الخيزو اللي طحنا، وغادي نزيدوا عليها العطريه ديالنا، وغادي نزيدوا عليها ورقه سيدنا موسى، ونخليوها تطيب مزيان ونطلقوا من بعد. البنات نسيت ما نقول لكم بلي غادي نديرو فيه حتى كنوره وحده ديال الخضره، و هنايا في الطاليان كنسميوه دادو فيجيتالي، وغادي نخلطو هادشي مزيان ونخليوه يطيب مزيان ونطلقوه من بعد ان شاء الله. البنات ها هي لاصوص ديالنا، وغادي نخليوها مازال تقلى بشوي، يعني تشرب شويه، نخليوها تطيب مزيان ونطلقوها من بعد ان شاء الله. كما كتشوفوا البنات هاد الوراق هادو كيكونوا فريسك، يعني كيكونوا طريين ما كيكونوش قاصحين، اللي خصك يلا ديريه في الماء و يعني خدمه بزاف. المهم هاد الطريقه هادي اللي كنقول لكم يعني سهله، ويعني كديريها بالزربه الا خديتي هاد المواد هادو، يعني هادي كتكون واجده وكتكون مازال طريه، وعاد كناخذوا لاصوص حتى هي كتكون واجده. اللي ما باغيش يدير لاصوص في الدار ديال البيشاميل وداكشي يعني عنده الحق يشريها ويدير داكشي بالزربه. كما كتشوفوا البنات اول طبقه غادي نديرو هي لاصوص ديال الكفته، ومن موراها غادي نديرو يعني الوراق ديال لازانيا، غادي نحطوهم من الفوق، وغادي عاوتاني نديرو لاصوص ديال الكفته، ونديرو البيشاميل، ونديرو الفرماج من الفوق، وعاوتاني نفس الطريقه على ثلاث مرات، ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. Thank you.
الصوص هذه هي اخر طبقه ان شاء الله. غادي نديروا شويه ديال لاصوص ديال الكفته، ما تكثروش بزاف في اخر طبقه، ونديروا حتى شويه ديال لاصوص ديال البيشاميل، ونكثروا في الفرماج باش يتحمر مزيان. ايلي فوالا، ها هي النتيجه. النتيجه زوينه بزاف ولذيذه بزاف، ما كتخيلوش شحال جات زوينه. حنا بقينا كناكلو كناكلو تخرج لينا العينين. المهم هاد الطريقه كتجي زوينه بزاف، نتمنى تكون عجباتكم، نتمنى الفيديو يكون عجبكم، وديروا لي لايك وتابوناو معايا في لاشين، وخليو لي شي كومونتير، ونتمنى تجربوا هاد الطريقه وتقولوا لي كيفاش جاتكم.